سعد الله مساكم بالخير وبالمسرات، ويا هلا ويا مرحبا ملايين تردفها ملايين. وصلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. رقدت بعد الفجر الساعة 12 وابرم، الغياب هذا اللي الاسبوع في الرياض له ضرائب، شفتوا كيف؟ وكان عندنا مراجعة اليوم البحر في المستشفى، والامور طيبة ابشركم، جينا منها قبل العصر ورحنا لمنطقة نفود جنبنا تقريبا 80 كيلو عن الطائف، رايح 80 كيلو جاي، ودوبنا دخلنا البيت. بس قبل لا نبدأ يومياتنا وسناباتنا، فيه إعلان عن متجر مفرشي، هالمتجر اللي أنا أستخدم منتجاتهم من رمضان، ما هو ذا اللي قبله، ما هو باللي راح، اللي قبله، المخدة اللي أنام عليها جماعة خير شهادة حق، واللحاف اللي أنا أتغطى به. ركز معي وبتشكرني وتذكرني بخير بإذن الواحد. المنتجات ولا أروع ولا أحلى، توكلنا على الله. أن اليوم يا طوال العمار عن الزين، تشوفون هالبطانية، هذه يا طوال العمار حصرية، ما توجد إلا في متجر مفرشي. يا فخر، ممكن تطلع عني؟ أبغى أعلن، رح عند ماما، يلا لا تزعجني. هش يلا روح، شوف سلمكم الله. أول شيء أبغاك تطلع عليه التغليف، شفت هالكيس بهالشكل، بهالشكل سلمك الله. هالكيس أنا الثقل، بس أنا الثقل. وش الثقل؟ عارف أنا الثقل، أنا الثقل. فكي يلا فك الثقل. لحظة والله أنت برايح، وأعرف إني لو خليتك تروح بتبكي. خلاص اجلس، مدام إنك كذا اجلس. هذا يطول العمار الكيس اللي خاص، تمام؟ طبعا ود الموية، شوف الألوان، بس شوف الألوان. يلا لحظة يا بابا، أنت بتدخل في الكيس. أنت أسمك وأنعم وأفضل من اللي قبلها. طبعا لاحظ حاجة، إن الوزن اللي يقوم به من البطانيات وزن 6.8 كيلو،